فضيلة الشيخ، إذا كنت في سفر ومررت بقرية أو بلدة صغيرة فرأيت جماعة يصلون، يعني لا أدري هل هم مقيمين أو مسافرين، وقد فاتتني مثلا ركعتين أو كذا، فأدركت معهم مثلا التحيات التشهد، هل أتم أم أقصر؟ والله يا أخي، إذا كان المسجد الذي دخلته وأنت مسافر ووجدت فيه أناس يصلون، إذا كان المسجد مسجد طريق كالذي في المحطات مثلا، فالأصل أنهم مسافرون، أو مثلا في المطار، أحيانا يكون الإنسان في المطار في الانتظار ويأتي الوقت ويدخل ويجد الناس يصلون، فهذه القرينة تدل على أن هذه صارت سفر. أما إذا كان المسجد مسجد بلد فالأصل أنهم مقيمون، فتقضي على أن الإمام مقيم وتكمل أربعاً.